أوزان مش الكتل، لأن النصف والسبعة بالعشرة. قوة الزنبرك زي ما حكيت إنه اتزان زي ما عملت في المانيوال زي هيك. طب ضغط القوانين طلع معي زي ما حكيت آخر شيء مع التكامل وكذا، هاي قوة الزنبرك وهاي قوة الوضع، بتطلع معي زي هيك. بنسويها في تربيع، نص ام في تربيع، بشتق، بتطلع معي آخر شيء هاي بشتق، بطلع الإكس اللي هي المسافة عند أقصى سرعة، بعدين إيش بوجد السرعة. السرعة هسا الفرع الثاني طالب الانيشال كومبريشن. انيشال كومبريشن مش انيشال كومبريشن، طالب مني الماكسيمم هايت. الماكسيمم هايت هسا حكينا الزنبرك فيه انيشال كومبريشن، طبعا ضاغط عليه. قوت الزنبرك نفس ما هي 1.2 ناقص 9 اكس اللي هي انا بمعادلتي هناك اللي انا عوضتها بالتكامل. بكون تكامل الزنبرك من وضع الاول لثلاث، من صفر طبعا وضع الراحة لوضع الانيشالي. الانيشالي بده يكون اللي هي تصفير هاي، كم مسافة اكس عن وضع الانيشالي 0.13. واقصى ارتفاع كيف بطلعه اللي هو الارش، كيف بطلعه انه طاقة الوضع اللي مشاها من الديتم من واحد لثلاث، هاي ام جي اتش، وهاي الانيشال كومبريشن وهاي الانيشال كومبريشن. طرحهم سوا طلع الاتش. بس هاي فكرة السؤال، اتوقع مش مفهوم كثير يعني، بس هو بيعتمد على التخيل انه زنبرك انه بلوكتين ايش على الزنبرك. بعدين شو بصير، شلنا البلوك اللي فوق راح يطير، اللي هذا راح يطير اقصى سرعة وكم الارتفاع اللي وصله. هاي فكرتها، فهي انه اشتقاق وتكامل يعني. هذا اذا اجى ممكن يجي ممكن، بس والله صراحة بستبعد. الدكتور بحب البلوكات الزنبركات اللي بتكون على كيبل ومستخدم فيها قانون الوضع مش حفظ الطاقة، مش هاي القوانين. بس يعني يمكن قدرت أوصل لكم فكرة منه يعني.